عايز برضو مش معانا نجم كبير من نجوم الكرة الفرنسية وكان ماسك منتخب تونس، ألان جريس. كلنا طبعا عارفين ألان جريس، نجم المنتخب الفرنسي في الثمانينات، وكان من اللعيبة المميزة جدا، وتولى تدريب المنتخب التونسي فترة كبيرة. فخلينا يعني من فرنسا كده معانا من خلال زوم نسأله عن المواجهة القادمة ما بين مصر وتونس، ونطمن على ألان جريس نشوفه يعني ماسك فين دلوقتي وبيعمل ايه. معانا طبعا مترجم فرنسي عشان انا ما اعرفش مش فرنساوي، استاذ جلال طبعا مترجمنا النهارده. انا ما عنديش فكره في الفرنساوي خالص، يعني ممكن يعني شويه انجليزي كده. طيب خلينا نرحب بالان جريس طبعا، وبنقول له ان احنا سعداء جدا بوجوده معانا في قناه الحياه وبرنامج كوره كل يوم. ميرسي ميرسي بور أشكركم شكرا جزيلا، أشكركم على استقبالكم، إنه لمن دواعي سروري. أنا في قمة السعادة أن أشارك معكم اليوم. تمام، عايزين نطمن على مستر ألان جريس نشوفه فين دلوقتي، هل ماسك فريق مريح؟ يعني إيه أخباره في الفترة الحالية ألان جريس؟ أنا الآن في المنزل لا أعمل، أقوم بدراسة بعض المشاريع التي سوف تساعدني في المستقبل على تقديم نفسي بشكل أفضل. يعني ناوي يكمل في التدريب ومستني عروض ولا مشاريع أخرى خارج كرة القدم؟ بالتأكيد سوف أستمر في عالم كرة القدم، الاستمرار في كمدير فني لأنه نقطة مهمة جدا في حياتي وهو عمل رئيسي، وأتمنى العودة إلى أفريقيا. أكيد أنا قدت العديد من المنتخبات في القارة الأفريقية وقمت بعمل جيد على ما أعتقد. طبعا. طيب عايزين يعني نعرف طبعا مستر ألان جريس ساب المنتخب التونسي في أغسطس 2019، يعني من حوالي سنتين. هل هو متابع للمنتخب التونسي خلال الفترات اللي فاتت؟ وهل متابع أيضا لبطولة كأس العرب الحالية؟ أنا بالأخص قمت متابعة جيدة جدا لمباريات التأهل لكأس العالم، لكن كأس العرب لا، لأنه للأسف لا يتم بثها هنا في فرنسا. طيب يعني رأيه ايه في المنتخب التونسي في الفترة الحالية؟ واكيد عايز اعرفه ان يوم الاربعاء اللي جاي في مباراة في الدور قبل النهائي لكأس العرب ما بين مصر وتونس، ونعرف توقعاته ونشوف رأيه كمان في المنتخب المصري. لا أؤكد لكم أن مصر وتونس هما أمتان عظيمتان وفريقان عظيمان، فريقان مختلفان. أعتقد أن كل منهم له أداء المختلف ويشاركوا بطريقة مختلفة. تمام، يعني في ضوء متابعته للمنتخب التونسي شايف حالته إزاي خلال الفترة الحالية؟ اسمعني، إذا تحدثت عن الفريق التونسي وقد تأهل إلى المباراة التأهيل لكأس العالم، فإنه فريق رائع وفريق قوي أن يصل إلى هذه المرحلة، وأيضا الفريق المصري هو فريق متميز وغني عن التعريف وله هدف واضح والوصول إلى نهائيات إلى كأس العالم. طيب يعني شايف في الفترة الحالية إيه نقاط القوة في المنتخب التونسي؟ وايه نقاط الضعف او مراكز الضعف في المنتخب التونسي؟ انا لا استطيع ان احكم الان، فانا موقفي حرج، انا اشاهد واتابع المباريات، وبالفعل يوجد لديهم لاعبين جيدين، هو فريق قوي دفاعيا ومتماسك
هو بالفعل انا قمت باختيار مجموعه من اللاعبين في خط الدفاع ويستمروا حتى الان وهم يؤدوا بشكل جيد، وايضا لديهم خطط دفاعيه قويه وهم خطوط فريق ذو خطوط متماسكه، ويوجد العديد من اللاعبين الذين ما زالوا موجودين ويمثلوا العمود الفقري للمنتخب التونسي حاليا. طيب يعني هل في لاعبين كانوا موجودين مع مستر ألان جريس في 2019 ما زالوا موجودين في المنتخب التونسي؟ نعم نعم بالتأكيد كان مرحي ومنهم الكثير فعلا، العديد من اللاعبين الذي اخترتهم وما زالوا موجودين حتى الآن، أعتقد أكثر من نصف الفريق، وأنه فريق شاب وفريق تم إعادة بنائه بالفعل وهو فريق قوي. رأيه في علي معلول لاعب المنتخب التونسي ولاعب النادي الأهلي بقاله فترة كبيرة، علي معلول في النادي الأهلي؟ إنه لاعب هام جدا للأهلي ودائما يشغل مكانة ثابتة، والآن هو له الكثير من الخبرة وبالفعل عاد إلى المنتخب التونسي، وأعتقد أنه من المحتمل أن لا يلعب أساسي لكنه فريق لاعب قوي. يعني عايز أسأل مستر ألان جريس، علي معلول بقى له فترة كبيرة جدا في النادي الأهلي وهو أكيد عارف الكلام ده أن هو كان ماسك علي معلول في المنتخب التونسي، شايف أن علي معلول من اللعيبة أو يعني يكمل في النادي الأهلي ولا ينتقل لنادي آخر وطموح آخر؟ اسمعني، الاهلي فريق كبير، اعتقد ان استمراره بالاهلي افضل لاعب افضل فريق في افريقيا وقادر على الفوز ببطوله الافريقيه، بطوله كاس الابطال، وايضا فاز بكاس السوبر، انه فريق كبير ويضاهي الفرق الكبرى في انجلترا او اسبانيا. وبالفعل اعتقد انه فريق كبير، لا يجب لاننا ننسى ذلك. تمام. طيب بالنسبه لفرجاني ساسي برضه، مستر ألان جريس كان مدربه في منتخب مصر، وفرجاني كان بيلعب في نادي الزمالك هنا في مصر وانتقل للدوري القطري، وكان فرجاني يعني ليه شعبيه كبيره جدا في نادي الزمالك ولكن انتقل للدوري القطري وما جددش مع نادي الزمالك، فهل هو متابع فرجاني خلال الفتره الحاليه ولا يعني شافه بس ايام فتره الزمالك ولما كان هو موجود في المنتخب؟ وكان لاعب هام في الزمالك وكان لاعب هام ايضا في المنتخب التونسي ولاعب وسط رائع وكان له دور فعال جدا في الهجوم ايضا. الرحيل الى قطر وهي ليس نفس مستوى البطولة والمنافسة التي كان يلعب فيها في مصر لكنه يؤدي نوعا ما بشكل جيد. طيب عايز انتقل بقى مع مستر ألان جريس لمنتخب مصر، واكيد هو متابع برضه المنتخب المصري وعرف ان الشهرين اللي فاتوا تولى تدريب المنتخب مستر كارلوس كيروش المدرب البرتغالي، رايه ايه في تولي كيروش تدريب منتخب مصر وايضا توقعاته، هل مصر هتصعد كاس عالم ولا لا؟ اسمعني سيدي، في هذه التصفيات القادمه لديكم المباراه الفاصله دائما ما يخوضها افضل الفرق في افريقيا، والفرق او الدول التي لم تتاهل، ولو تحدثنا عن جنوب افريقيا وساحل العاج انهم اذا نظرنا الى الاخرين فسوف نجد الخمسه الاوائل الذين احتلوا التصنيف الاول، ولكننا نجد ايضا ان مصر الان ذات مستوى جيد وفي موقع جيد ولديها مدرب رائع وله خبره كبيره، ومصر تسيطر على الكره في افريقيا وبها فرق قويه جدا وهذا يعود بالنفع على المنتخب المصري. طيب عايز اسال برضه مستر ألان جريس على محمد صلاح ومتابعته اكيد مع نادي ليفربول، رايه في محمد صلاح وتوقعاته لمحمد صلاح خلال الفتره القادمه، هل يبقى في ليفربول ولا ينتقل لنادي اخر؟ ويمكن طالع كلام في الساعات الاخيره ان نادي ليفربول هيجدد عقد محمد صلاح بمبلغ كبير جدا بحوالي 130 مليون جنيه استرليني. جا
أنا أتبعه بما أنه يلعب في ليفربول، أنا أتابعه جيدا، ويلعب بجواره ساديو ماني. محمد صلاح أصبح الآن في أرقى المستويات على المستوى العالمي ويشغل المكانة الأولى. أقول لكم أنه من أفضل لاعبي العالم الآن. لاعب مثله يلعب في لاعب كبير في نادي كبير، الجميع تحدث عنه. سمعت أن ريال مدريد أيضا يبحث في التعاقد معه. نحن نعرفه جيدا ونعرف ليفربول، الذي سوف يكون صعب له أن يذهب إلى فريق آخر ليكتشفه، وهذا يكون دائما صعب. التوائم والاندماج مع، وإذا رأينا إلى كريزمان مثلا، وقضى فترة قبل أن يندمج مع فريق برشلونة مثلا. مستقبل محمد صلاح أعتقد أنه يجب أن يفكر جيدا قبل أن يغادر ليفربول، لأنه اختياره هو وليس اختيارنا نحن. طيب يعني برضو يعني لو انتقل بقى، لو كلمنا عن فرنسا، وبرضو بنسمع كتير أن باريس سان جيرمان الفرنسي طالب محمد صلاح، هل طريقة أداء محمد صلاح يعني مناسبة للدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان؟ أولا إذا ذهب محمد صلاح إذا ذهب محمد صلاح إلى فرنسا فهو فريق واحد، باريس سان جيرمان. الآن هل تأتي محمد صلاح مع نيمار وميسي، دي ماريا، امبابي؟ للأسف سوف يكون شيء صعب جدا، صعب أن تضع هؤلاء اللاعبين سويا، إنهم لاعبين كبار جدا. إذا رحل إمبابي من الممكن ممكن أن نرى أو هؤلاء اللاعبين أربع لاعبين هجوم في الهجوم، وحتى إن حضر محمد صلاح معهم وهو بالفعل لاعب منافس لهم، سوف أعتقد أنه سوف يكون هناك فريق كبير، لكن يجب أن نبحث عن التوازن أيضا. طيب عايز أسأل سؤالين أخيرين لمستر ألان جريسيا، طبعا يعني نقول له يرشح مين يفوز ببطولة كأس العرب، ودلوقتي مصر هتواجه تونس والجزائر هتواجه قطر. السؤال الأول بالنسبة لكأس العرب، هو بيرشح مين يفوز بكأس العرب؟ اسمعني، أنا تحدثت عن قطر لأنهم يلعبوا على أرضهم، إنها ميزة قوية لهم. قطر يجب أن نأخذ جيدا في الحسبان أنهم حضروا أنفسهم جيدا لهذه البطولة، وأعتقد أن عندما تحدث عن الفرق الموجودة بالبطولة يجب أن لا نتحدث عن أفضل الفرق العربية، لكن لديكم أيضا الفرق أفضل فرق في أفريقيا. تحدثنا عن مصر، عن تونس، عن الجزائر أيضا. أؤكد لكم أن ميزة قطر هي أنها تلعب على أرضها، وأؤكد لكم أن الجزائر أيضا فريق قوي جدا، وأعتقد أنه سوف يكون صعب أن نقول من سيفوز، سيكون هناك مفاجآت، لكن أعتقد أن أفضل فريق سوف يفوز. طيب بالنسبة لبطولة أمم أفريقيا يعني اللي هتبدأ كمان 3 أسابيع في الكاميرون، برضو أنا عايز أخد رأي مستر ألان جريس، مين اللي ممكن يكسب بطولة أمم أفريقيا وفيها منتخبات قوية زي الكاميرون، السنغال، مصر، الجزائر، المغرب، يعني برضو تونس يقدر يرشح لنا منتخب كده هو يتوقعه؟ اسمعني، أنت ذكرت الفرق الكبرى، بالفعل نحن نتحدث عن الجزائر مثلا لأنهم كانوا البطل حامل اللقب، لكن سوف يوجد أيضا منافسات يجب أن ننتبه للموقف، وخاصة موقف اللاعبين المحترفين. يجب أن لا ننسى أن في بطولة الأمم الأفريقية هي سوف يتم لعبها في قمة مباريات البطولات الأوروبية. أعتقد أن هناك الكثير من البطولات في نفس الوقت سوف يكونوا مضغوطين. أعرف أن بطولة الأمم الأفريقية يوجد بها مشاكل في هذه النقطة، وهذه الصعوبات لكي نحضرهم للمشاركة في جميع المباريات. تخيل أن تتحدث عن ليفربول، سوف يفقد محمد صلاح، ماني،
ساديو ماني، وأعتقد أنهم يستطيعوا أن يشاركوا في هذه البطولة لأنها بطولة كبيرة. أعتقد أن بطولة الأمم الأفريقية هي من أقوى بطولات العالم، ويوجد بها أفضل لاعبي القارة ومن أفضل لاعبي العالم يلعبوا في يشاركوا في هذه البطولة. وإذا رأينا أيضا أن الكاميرون أيضا فريق قوي، مصر أيضا فازت الكثير، أكثر فريق فاز ببطولة الأمم الأفريقية. أعتقد أنني سوف نجد من المحتمل أن نجد فريق يقوم بعمل مفاجأة ويفوز بهذه البطولة، وفريق لا نعلمه. تمام. طيب عايز اسال بقى مستر الان جريس سؤال شخصي كده بالنسبه له. احنا يعني فترات كتير هنا في مصر بنسمع ان هو مرشح لتدريب المنتخب، لتدريب انديه مصريه كبيره. يمكن افتكر في 2014 كان الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم كان يعني بيتكلم ان هو عايز يجيب الان جريس. هل فعلا يعني الاتحاد المصري كلمه قبل كده في 2014؟ ولو دخل في مفاوضات معاه ليه ما جاش ألان جريس في الوقت ده؟ أنا لم أرفض، أنا لم أكن متفرغ، أنا أحترم التزاماتي وأحترم عقودي، هذه هي الفكرة. بالفعل حدثت هذه المفاوضات، لكن كي أأتي يجب أن أنهي عقدي مع اتحاد آخر. وأعرف أن فريق الأهلي فريق مصر هي فريق كبير جدا، والشروط التي والظروف التي تعيشونها في مجال البطولة الأفريقية وتحققوا. فمثلا في بطولة الأمم الأفريقية 2019 كان يوجد العديد من الظروف في المباريات والتدريب، كان يوجد الكثير من المشاكل، لكن تنظيم البطولة كان رائع أيضا. وأكد لكم أنني الحضور إلى مصر بالفعل كان شيء رائع بالنسبة لي، وأنها بلد كبيرة وأنا لا أرفض ذلك أبدا، لكن أنا أحترم التزاماتي. هل برضه في فترة من الفترات اتعرض عليك أندية مصرية مثلا زي الأهلي الزمالك ولا ما حصلش؟ أنا أتحدث دائما على المنتخبات، لكن لم أقفل الباب اتجاه الأندية. ولما لا؟ إنه دائما من ضمن الاختيارات المطروحة أمامي أن أدرب أحد الأندية الكبرى طبقا للظروف وطبقا للواقع في وقتها. أي. لكن فعلا حصل قبل كده إن نادي مصري فاوضه ولا ما حصلش؟ بالفعل دائما يوجد اتصال، لكن خفيفة، اتصالات خفيفة، لم نذهب بعيدا في هذه المفاوضات وبجدية لنرى ما هو إمكانياتها. وكما قلت أنا كنت دائما في التزام مع فرق أخرى، وكانت دائما ما تكون مباحثات سريعة وقصيرة جدا. طيب آخر حاجة بقى مستر ألان جريس، طبعا وإحنا مبسوطين جدا اللي هو معانا على الهواء طبعا في قناة الحياة. أحسن لاعب عربي ألان جريس دربه. في الواقع أنا كان لدي الكثير، أنا تحدثت فمحمد صلاح بالتأكيد أنه في المقام الأول. لا هو يعني لعيب هو دربه مستر ألان جريس، مش لعيب عربي بس، يعني لعيب هو ألان جريس دربه، احسن لاعب هو دربه، كان مدربه يعني. اعتذر، انا اختلط علي الامر. انا دربت ساديو ماني، امبابي، وبالفعل انا دربت الكثير من اللاعبين، كيتا ايضا، انا بالعديد انهم لاعبين ما دربتهم كثيرين ويلعبوا في اكبر الفرق، وانا دائما على علاقه معهم ولم اقطع علاقتي بهم. ويوجد الكثير من الاحاديث الاحترافيه بيني وبينهم، ويتبادل الاحترام، وبالفعل هم اشخاص محترفين ويحترموا عملهم، وانا في قمه السعاده انني عملت مع هؤلاء اللاعبين. واحسن لعيب تونسي بقى مستر ألان جريس دربه قبل كده في المنتخب التونسي. يوجد لاعب سجني، وانه لاعب رائع، كان اتعرض لاصابه عندما كان يلعب، والدسري ايضا،
مهاجم سانت تيان. هو يقصد المساكني مش السكني، المساكني. ويوجد ايضا لاعب كان تم اختياره افضل لاعب وسط في 2019 في بطولة الامم الافريقية، وكان لاعب رائع. وانا اتذكر كثير من اللاعبين الجيدين على المستوى الفني، لكن اتحدث ايضا عن حالتهم الذهنية وفكرهم في لعب الكرة وإدارة فريق ليس بالسهل، وخاصة عندما يكون لديك الكثير من اللاعبين المحترفين الذين يتمرنوا مع عقليات كروية أخرى، وهذا ما كان يحدث مع الفريق التونسي. تمام، احنا بنشكر مستر ألان جريس جدا، وزي ما قلنا احنا سعداء جدا بوجوده معنا في برنامجنا كرة كل يوم في قناة الحياة، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في مسيرته التدريبية القادمة بإذن الله كنجم كبير من نجوم الكرة في فرنسا، وأيضا نجوم التدريب في على المستوى الأفريقي والمستوى العربي. نشكره شكرا جزيلا ونتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا، أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى لكم ليلة سعيدة، وأنه لم داعي سروري أن أكون معكم اليوم. الله يخليك. بنشكر كمان مترجمنا أستاذ جلال، بنشكره شكرا جزيلا. وأعتقد مستر ألان جريس يقصد وهبي الخزري، اللاعب التونسي اللي كان بيلعب في سانت تيان اعتقد، بس هو ممكن المترجم الاستاذ جلال ما سمعش الاسم بشكل مظبوط. طيب.